يعد قصي بن كلاب أول رجل من قريش يصبح ملكا على مكة منذ بداية نشأتها قبل نحو 2500 عام. ورغم أنه لم يعش طفولته وبعضا من شبابه فيها، سرعان ما أحبه أهلها وجعلوا ينقادون إليه انقيادا تاما، حتى وإن تعلقت الأمور بمعتقداتهم، مثلما فعل بعشيرته الأقربين في قصة النزول من الجبال والسكن حول الكعبة المشرفة التي كان محيطها يعج بالأصنام، كما أنه أقنع الكثيرين ودون عناء في الانضمام إليه للحرب رغبة في الحصول على مفتاح الكعبة، كونه يرى أنه أحق من خزاعة التي تولت البيت قرونا عديدة، لأنه من أحفاد إسماعيل عليه السلام الباني مع والده البيت. بدأ قصي بن كلاب عهده في مكة بالاهتمام بقبيلته وجمعهم من مكة وخارجها، وأقر بقية القبائل على ما كانوا عليه دون أن يجبرهم على قناعاته الدينية. أجابه أهل مكة منذ البداية في طلباته، لذلك عندما بدأت التغيرات الكبرى كان الأمر يسير جيدا، وما لبثت مكة أن أضحت بلدا حديثا عمرانيا واقتصاديا وحتى سكانيا بفضل أفكار قصي الخارجة عن المألوف في جزيرة العرب.